محمد صلاح فخر العرب. جميل. السنة اللي فاتت برضو كان من ضمن التوقعات، قلت هجيله فرصة قوية جدا جدا جدا، فعلا جات له فرصة السعودية وهو محمد صلاح. محمد صلاح جات له فرصة الانتقال وهو ما انتقلش. اوكي. الحمد لله. برضو عنده فرص قوية جدا جدا، من أقوى ما يكون السنة دي كمان معانا الحمد لله. عنده نجاحات، عنده نجاحات عالية جدا. عنده فرص قوية جدا جدا جدا. الـ الـ يعني قبضة الموضوع في إيده. هي ظاهرة لي، بصي ظاهر لي إزاي قبضة الموضوع كلها في إيده إن شاء الله بإذن أوكي. الله. الهضبة، الهضبة. الأيقونة. طيب انا متعوده لما الاقي طاقه مش حلوه ما بقولش، لما بلاقي طاقه مش حلوه ما بقولش. طيب. عارفه الحلم اللي تفسريه يقول لك لو حلو قوليه، مش حلو ما تقولهوش. انا الوحيده ما بلاقي حاجه طاقه مش حلوه ما بقولش. طيب.